كل عام وأنتم بألف خير وسعادة. كلها كم يوم ويهل علينا شهر البركة، شهر رمضان الكريم، الشهر اللي البركة فيه بتطولنا كلنا حرفيا من أصغر واحد لأكبر واحد. زي كل سنة وزي ما أنتم متعودين، إحنا بننزل سكريبت محترم جدا جدا كل سنة بتحديثات معينة. السكريبت ده بتشتغل عليه في شهر رمضان فقط، الشهر الكريم ده اللي من خلاله ومن خلال السكريبت ده وشوية التركات اللي بديها لك في الفيديو بشكل مجاني، انت بتقدر تحصل على مبالغ مالية تكفيك السنة كلها. بعد كده انا جاي اكلمك النهاردة عن مشروع محترم جدا جدا تقدر تبدأه وانت مبتدئ حرفيا، وما تعولش هم موضوع الزيارات لان دي اسهل حاجة هتقدر ان انت تجيبها في فكرة فيديو النهاردة. جاي اكلمك النهاردة على السكريبت وفكرة الموقع وشوية التركات اللي هتاخدهم مجانا اللي هتشتغل عليهم وتجيب أرباح. أنا مش جاي أقولك هتجيب 10 دولار في اليوم أو 100 دولار في الشهر أو 200 أو 300 أو 500 أو 1000 دولار في الشهر، الموضوع يرجع ليك أنت. يعني أنت ممكن تجيب 100 200 وممكن تجيب 1000 دولار كمان، الموضوع يرجع لتفتيح دماغك وتشغيل دماغك في مشروع حلقة النهاردة. والأكيد هنا إن شاء الله إن شاء الله إنك لو اشتغلت بجد واجتهاد أنت مش هتطلع من المشروع ده بإيد فاضية، يعني إن شاء الله ربنا يكرمك وهتطلع بمبلغ مالي مهما كان قليل، ولكن هيسندك بعد كده، ممكن يا سيدي يكون العيدية الخاصة بيك. فبعد إذنك لو أنت مهتم فعلا بالمشروع اللي أنا جايبه لك النهاردة الحصري على قناة محمد الريان بالسكريبت المجاني اللي هتشتغل عليه وأنت مغمض عينك، لأنه سكريبت محترم جدا جدا مفيش فيه أي أخطاء نهائية لأن كل الأخطاء اتصلحت، هتقدر تشتغل وتعمل لنفسك مشروع محترم. كمل معايا الفيديو ده للآخر وخد كل حاجة على طبق من ذهب زي ما قلنا، وما تسرعش الفيديو أو تسيبه تطلع من نصه، لأن كل كلمة هتتقال هي مهمة جدا جدا، والفيديو ده هيكون مختلف عن فيديوهات السنين اللي فاتت. بعد إذنك لو حابب تدعمنا تدعمنا باللايك والشير والكومنت، وفي هدية محترمة هقول لكم عليها في خلال فيديو النهاردة. بعد إذنك لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل زر الجرس، ده فضلا وليس أمرا. ولو أنت مشترك وما بيوصلكش مننا إشعارات، ما بيوصلكش إشعارات لما الفيديو ينزل، إلغي اشتراكك في القناة واشترك مرة تانية وفعل زر الجرس، لأن ممكن يكون في مشكلة في السيستم الخاص باليوتيوب. ونبدأ على بركة الله، يلا بينا. بنسبة كبيرة انتوا عارفين انا جاي اتكلم على ايه النهاردة. انا جاي اكلمكم النهاردة على سكريبت التهنئة الخاص بيه شهر رمضان الكريم، الخاص بيه الواتساب او الفيرال الخاص بالواتساب. زي ما انتوا شايفين ده كده السكريبت الجديد، او ده كده السكريبت بتاع السنة دي 2022 من تصميم وبرمجة المبرمج احمد. خلاص وبعد اذنكم معلش يعني محدش يشيل الحقوق الخاصة بالمبرمج لانه اكيد تعب في الموضوع ده وعدل وجاب افكار وبتاع وصلح كتير، فبعد اذنكم يعني من باب الدعم ان محدش يشيل الحقوق الخاصة بيه. تمام، الموضوع انت مش هيضرك ومش هيعملك اي مشكلة خالص نهائيا، هو لينك محطوط في اخر الفيديو فسيبه زي ما هو وانت مش هتخسر حاجة. لو كتبنا هنا مثلا اسم محمد على سبيل المثال او ريان، خلاص ودوست كده على متابعة هيدخلنا على صفحة دي زي ما انتم شايفين. طيب في صوت، معلش هقفل الصوت ده علشان ممكن يكون في اي حقوق ملكيه على الفيديو نفسه. زي ما انتم شايفين ده كده الاسم بتاعي، خلاص وده كده الكلام التهنئه اللي انت المفروض تعدله، وعندك هنا كده الشير على الفيسبوك، وعندك هنا كده الشير على الواتساب اللي الاثنين اتعدلوا واتطوروا بحيث ان هم يشتغلوا بشكل كويس معاك سواء كان على الموبايل او حتى على الديسكتوب. الموضوع سهل جدا جدا. تمام، هتلاقي لينك موجود في وصف الفيديو، هتحمل السكريبت الخاص بشغل النهارده وهو ده السكريبت. تمام، هتدوس على تكتين كده وتفتح، تطلع لي بس كده الفولدر ده بره في الاول علشان نعدل عليه قبل ما نرفعه على الاستضافه بتاعتنا. وبما اننا بنقول استضافه فاحنا عايزين الاستضافه نشتغل عليها لمده شهر واحد، ومفيش افضل من استضافه هوستنجر تشتغل عليها لمده شهر واحد، لان هنا هتلاقي سعر محترم جدا جدا زي ما قلنا لو هتشتغل شهر واحد. ركز معايا في الكلام اللي جاي عشان محدش يقول لي طب انت هتقبل في ادسنس وهتقبل ازاي في ادسنس وهكسب ازاي اصلا من المشروع ده. كل الكلام ده انا محضره لك وهقوله لك النهارده وهقنعك بيه كمان، بس كمل معايا الفيديو للاخر. الاستضافه دي فيها عرض كومبو نازل جديد ب 2.99، العرض البريميوم او النسخه البريميوم للاستضافه. زي ما انتم شايفين فيها كل حاجه، ان ميتر ترافيك يعني مفتوحه معاك للزيارات، مش هتجع منك بنسبه كبيره جدا جدا لو جبت مليون زائر في الشهر. خلاص عندك كمان هنا تشيل 100 ويب سايت يعني 100 موقع تشيلهم معاك، عندك 100 جيجا بايت اس اس دي ستورج يعني تخزين 100 جيجا بايت، فري ويكلي باك ابس يعني كل اسبوع خلاص بيتاخد باك اب
من الملفات بتاعتك، بحيث لا قدر الله لو الموقع وجع، لو الموقع اتهكر، يبقى عندهم باك اب تقدر ترجعه تاني للملفات لاخر اسبوع في شغل على الموقع. تمام، عندك فري اس اس ال شهاده امان، وعندك كمان فري دومين اي اكستنشن ممكن تشتريه براحتك، وفري ايميل، ايميلات طبعا مدفوعه خاصه بالموقع بتاعك، واوبتمايزد في الووردبريس. تمام، وممكن تدوس كده سي اول فيتشرز عشان تشوف باقي الفيتشرز الثانيه، ودي كده اللي انا برجح تشتغل عليها. لو دوست كده على سيلكت هتدخلك على الصفحه الثانيه اللي هي الكارت. تمام، بتبدا تحدد زي ما انتم شايفين، لو هتشتري 4 سنوات الشهر هيكون ب 2.78، خلاص يبقى $133 في التوتال في ال4 سنوات. لو هتشتري 3 سنوات خلاص يبقى زي ما انتم شايفين $75. لو هتشتري شهر واحد، سنه واحده بس، انا اسف، دي سنتين ودي سنه واحده، $33 السنه الواحده، السنه كامله $33 خلاص. وعندك لو هتشتري شهر واحد فهتدفع $11.15، بس انا برجح ما دام هتدفع يبقى اشتري ايه ال 12 شهر وخليها معاك واعمل بيها مشروع بعد كده. المشاريع الكتير نازله في القناه زي ما انتم شايفين، ممكن تدفع باي طريقه، سواء كان كوين جيت، اي طريقه دفع خاصه بالعملات المشفره زي باينانس على سبيل المثال، بيتكوين الى اخره. عندك باي بال، تدفع باي بال عادي، كريدت كارد، اي كارد خاصه باي بنك موجود في مصر تدفع بيه عادي، جوجل باي والي باي، وعندك كمان فوري لو انت من مصر كلمهم وقول لهم عايز ادفع فوري وهم هيديكوا ريسيبت او الرقم اللي تدفع بيه في فوري عادي جدا. طريقه الدفع هنا متاحه لكل الناس حرفيا. خلاص، عندك الدومين مجاني خلاص، والاس اس ال مجانيه، والكلاود سي دي ان، كلاود فلير سي دي ان فري مجانيه، والسيت اب عندك كمان مجاني. عندك الخصم الخاص بينا بيديك خصم 10% على المبلغ الاساسي، يبقى التوتال $33.36. دي هتشتري بيها الاستضافه لمده سنه كامله، لو عايز تشتري شهر واحد بس زي ما قلنا ب$11، وهتستفاد برده بالدومين وهتستفاد بيه الاس اس ال لمده سنه. يعني الاستضافه هتخلص في شهر، ولكن الدومين والاس اس ال هيكمل معاك السنه الاخر. بس انا زي ما قلت لك برجح اشتغل على النسخه 12 شهر، ما عندكش ادنى مشكله، المبلغ بسيط ممكن تكمل بيه. بعد ما تشتري تدوس كده على سبميت سكيور بيمنت عشان تبدا تدفع. بعد ما تخلص دفع هيدخلك على الاتش بانل الخاصه بالموقع بالشكل ده. نبدا دلوقتي بقى في الشرح العملي الخاص بحلقه النهارده. انت دلوقتي هتطبق الكلام اللي انا هقوله لك ده بالحرف الواحد. احنا هنعمل ايه؟ هنركب السكريبت ده. خلاص نرجع لورا كده بس شويه، هنركب السكريبت ده. في بقى هديه محترمه جدا جدا لو وصلتوا الفيديو ده ل 1000 لايك. خلاص 1000 لايك وشفت الفيديو بعناية متشير على الفيسبوك هنزل لكم السكريبت ده. قبل ما اكمل في السكريبت الجديد ده، كده السكريبت اللي المفروض ان شاء الله انزله لكم زي ما قلنا لو وصلتوا ل 1000 لايك خلاص، وعرفت انا اتواصل مع المبرمج الخاص بيه واجيبه لكم منه، عشان برضه ده ليه مبرمج وممكن يكون عليه حقوق انتوا انا مش عايزكم تتضروا. زي ما انتم شايفين السكريبت ده ينفع في اي حاجه، بطاقات، يعني ممكن اختار من هنا كده مثلا البطاقه دي، او مثلا ده كده خاص بعيد الاضحى على سبيل المثال، تحت شويه بختار المخطوطه اللي هتظهر اللي هو الكلام اللي ظهر هنا ده، ممكن انا اختار اي شكل من هنا، عيد سعيد، كل عام وانتم بخير، ممكن تغيروا انتوا الكلام ده براحتكم. خلاص خلينا مثلا كل عام وانتم بخير، تحت شويه بختار انا الكلام اللي هيظهر. خلاص زي ما انتم شايفين كده بطاقه المعايده، خلاص تقبل الله منا ومنكم مثلا على سبيل المثال. تحت شويه اكتب مثلا محبكم محمد الريان مثلا. خلاص هنزل تحت كده يا باشا زي ما انتم شايفين، ده كده صوره ودي كده صوره، والكلام اللي انا اخترته ظهر عندي بالشكل ده، وممكن احمله عندي على جهازي بسهوله شديده، واطلع فوق كمان كده اغير الصوره معاكم على سبيل المثال، اختار الصوره دي زي ما انتم شايفين اتغيرت معايا الصوره. يعني سكريبت حرفيا دمار دمار دمار، ومش موجود في اي حته على الانترنت. فبعد اذنكم اعملوا اللي انا قلت لكم عليه، ودي المفاجاه اللي انا بقول لكم عليها. خلاص هكلم انا المبرمج ان شاء الله وهجيبه منه واشرحه لكم في القناه. المهم هتبدا ان انت عشان تشغل السكريبت ده، السكريبت ده بسيط جدا جدا، هتكلم عن موضوع الارباح انا مش ناسيكم، هتفك الضغط عن الملف نفسه. خلاص خليني اجيب الملف ده هنا كده. تمام، اللي يهمك هنا هو الاندكس وكلمه رمضان، الاندكس ورمضان، وعندك كمان الاسيتس خلاص فيها الصور. لو انت عايز تغير مثلا صوره كل عام وانتم بخير اللي هي موجوده هنا دي، خلاص مبارك عليكم الشهر، لا كل عام وانتم بخير الثانيه اللي هي تقريبا جوه هنا على ما اعتقد، او تقريبا في الشير، هي ممكن تكون موجوده في الشير. خلاص فدي كده اللي هي كل عام وانتم بخير، دي كده الصوره اللي الناس ممكن تغيرها، ودي كده الجيفت بوكس اللي هي الصوره اللي موجوده فوق دي. خلاص ممكن برضو تغيرها انت بدماغك براحتك بنفس المقاسات، ودي كده الباترن خلاص اللي موجوده في الموقع تقريبا اللي هي دي، خلاص الخطوط اللي ظاهره ورا دي. تمام دي كده الباترن، وعندك دي كده الزينه اللي موجوده فوق، ودي كده كلمه رمضان يعني ده لوجو برضو موجود تقريبا، وده كده رمضان مبارك اللي هي مبارك عليكم الشهر اللي هي موجوده هنا دي. خلاص تمام، ودي الزينه اللي فوق اهي. تمام
بوريك انا كل حاجه، وادي عندك الملف الصوتي اللي بيشتغل في تاني صفحه، ده كده ملف صوتي بيشتغل في تاني صفحه، وعندك كده اللوجو ده برضو ممكن انت تغيره، ما عندكش مشكله برضو. اي حاجه هنا ممكن تغيرها بنفس المقاسات وبنفس الاسم وبنفس الصيغه، علشان بس ايه ما تلعبش في اي حاجه وبس. تيجي عندك هنا كده الاندكس، دوس كليك يمين عليه واديت ويز نوت باد بلس بلس، حمل كده برنامج اسمه نوت باد بلس بلس عشان تقدر تعدل على الكلام اللي انا جايبه لك النهارده خلاص، او حتى على الموبايل عندك ما عندكش اي مشكله. هدوس كده على نو انا خلاص. زي ما انتم شايفين هنا كده انا ممكن اعدل على ايه، اعدل على اسم الموقع من هنا كده، رمضان كريم اللي هو موجود فوق عندي ده خلاص، الاسم اللي فوق ده ممكن اغيره انا من هنا، هغير كلمه رمضان كريم دي باي اسم يعجبني تمام. تحت شويه تبقى على شهر رمضان الكريم، كلمه تبقى على شهر رمضان الكريم دي انت ممكن برضو ايه تغيرها من هنا لو انت عايز تغيرها برضو براحتك، ما عندكش ادنى مشكله خلاص. وادي دي كده الستوب ووتش اللي هي ايه، اللي هي الايكون اللي موجود هنا، وده الايكون اللي موجود عندك هنا خلاص. تحت شويه طبعا في هنا كده العداد اللي بيشتغل، العداد ده محطوط بيه تقريبا الجافا سكريبت خلاص، فاحنا مش محتاجين نغيره، سيبوه زي ما هو، ممكن تغيره من الجافا سكريبت من جوه، احاول ان انا اشرحه لكم ان شاء الله. وعندك كلمه متابعه هنا خلاص اللي هي كلمه لجوه، وادخل اسمك هنا اللي هي ادخل اسمك هنا زي ما انتم شايفين، لو انا عملت كده ريفرش بس شلت دي كده، ادخل اسمك هنا وكلمه متابعه موجودين عندك هنا، هنا زي ما انتم شايفين متابعه وادخل اسمك هنا خلاص. طبعا دي كده يعني الصوت ام بي اي جي خلاص، واوتو بلاي هنا. ولو قفلت انا الكلام ده ودخلت على الصفحه الثانيه خلاص تو ريان، ودخلت من هنا كده على رمضان اللي هي الصفحه الثانيه اللي بتفتح بيه الشير والكلام ده، ودي هنا صفحه مهمه جدا جدا جدا، ممكن تغير الديسكربشن من عندك من هنا خلاص، غير اي كلمه موجوده عندك، وغير برضو اسم الموقع من هنا. تحت شويه هتلاقي ايه الكلام ده اللي هو يهنئك بشهر رمضان الكريم او بالنسبه لشهر رمضان الكريم، اللي بتظهر في الصفحه الثانيه اللي هو لو كتبت انا اي حاجه هنا خالص ودخلت اللي هي دي خلاص، بمناسبه او يهنئك بمناسبه شهر رمضان الكريم، دي موجوده فين يا عم ريان؟ موجوده عندك هنا، ممكن تغيرها من هنا ما عندكش ادنى مشكله خلاص. ارسلها لاصدقائك وهنئهم عبره خلاص، ده موجود عندك هنا تمام، ممكن برضو تغيرها. والكلام اللي موجود في الشير بقى موجود عندك هنا خلاص، اللي هو الكلام ده تمام، ارسل لك مش عارف مفاجاه، اكتب اسمك، هنئ اصدقائك، كل الكلام ده موجود عندك. الموقع بتغيره من هنا، ده كده لينك الموقع، بتاخد لينك الموقع الخاص بيك انت خلاص اللي هو ده كده تمام على سبيل المثال، واروح جاي هنا يا باشا وركز معايا في الكلام ده، واشيل الدومين ده خلاص رمضان دوت ام ار اندرويد دوت كوم، واحط الدومين بتاعي الموقع بتاعي. تاني كلمه برضو في الفيسبوك ركز معايا، بعد حرف الاف، ركز معايا بعد حرف الاف 2 اف في كلمه رمضان دوت ام ار دوت مش عارف ايه، انت هتاخد كلمه ايه كده اسم الموقع بتاعك بالشكل ده، وهتيجي من غير طبعا الاتش تي تي بي اس والسلاشين دول، هتحطهم هنا كده خلاص. وبعد كده ايه هعمل انا كنترول اس حفظ، انا كده حفظته خلاص، وبحفظ الكلام ده وبابدا ان انا ايه ارفعه على الموقع. خليني بس ابص بصه على الجي اس ملف الجافا سكريبت لو في اي تعديل، عشان ابقى معاك انا في كل حاجه طبعا خلاص. بص بصه معاكم. طيب ملفات الجافا سكريبت غالبا كده هي متشفره خلاص، ما علينا مش محتاجين ان احنا نغيرها، سيبها زي ما هي ما عندكش ادنى مشكله، هي طبعا الملف نفسه متشفر. فانت بعد ما تخلص بتعمل ايه؟ تعمل كنترول A وتدوس كليك يمين وتدوس كده اد تو ارشيف، ركز معايا، وتخليها زي اي بي زي اي بي، وتدوس كده على اوكي. وبعد ما تدوس على اوكي بيطلع معاك الملف خلاص زي اي بي بالشكل ده تمام. خلينا بس لحد ما يخلص برضو عشان يبقى الشرح معايا شرح عملي تمام. موجود عندك هنا، خلينا بس نخش على الاستضافه. احنا طبعا دلوقتي على الاستضافه بتاعتنا، هتقولي طب اشتغل ازاي؟ هقول لك دلوقتي اشتغل ازاي. انت عندك دومين، عندك دومين شغال عليه. لو احنا بنتكلم دلوقتي، لو انت عندك دومين وعندك ادسنس خلاص، لو ما عندكش هنجيلها دلوقتي. لو عندك دومين وعندك ادسنس شغال، اعمل حاجه اسمها سب دومين. سب دومين ده انا عامله عندي هنا، لو ركزت ده موقع دروس، الموقع بتاعي خلاص متركب عليه ايزويك وشغال معاه 100 100 خلاص. عملت انا سب دومين اسك دوت دروس، السب دومين ده ممكن اشغل عليه اعلانات ايزويك او اعلانات ادسنس لو انا مقبول بسهوله شديده ومن غير ما اقدم واتقبل والكلام الفاضي ده، هاخد الشفره من ادسنس احطها عندي، يبقى انا كده حليت مشكله ايه؟ الاعلانات، حليت مشكله الاعلانات عندي خلاص. زي ما انتم شايفين هبدا اعمل سب دومين يكون عليه اعلانات لدومين عليه اعلانات قبل كده هشتغل عليها عندي في الموقع. هتقول لي اركب الاعلانات فين؟ هقول لك الموضوع سهل والله وبسيط، بس انت يعني لو ركزت معايا من شويه هتلاقينا بقول لك ايه، ادي الصفحه الثانيه، عايز تركب في الصفحه الثانيه خلاص، عايز تركب فين يا سيدي الاعلانات؟ عايز تركبها بعد كلمه بعد الزينه دي مثلا، الاعلان تدوس كده كليك او فوق الزينه مثلا على سبيل المثال، كليك يمين هنا يا باشا انسبكت خلاص، هتلاقي عندك ايه اسيت رمضان دوت بي ان جي، دوس كليكتين بس وخد الكلام ده كوبي كوبي، ركز معايا كوبي، وتعالى هنا كنترول اف اللي هو بحث يعني، واعمل كنترول في اللي هو بيست، ودوس فايند عشان يعمل لك ايه ايجاد. هي كلها اصلا مفيش 55 سطر،
فتلاقيها موجود عندك فين؟ في سطر 25. تيجي انت فوق الكونتينر، ركز معايا كلمه كونتينر اهي، خلاص فوق الكونتينر ده وحط شفره اعلانيه، حط الاعلان بتاعك خلاص. وتحت خالص فين يا باشا؟ تحت الديف دي بتاعت الكونتينر برضو، وحط لي اعلان تاني. يبقى انت حطيت اعلان فين؟ فوق هنا واعلان تحت هنا. عايز تحط اعلان في النص ما عندكش مشكله، هتلاقي عندك الكلمه دي اللي هي حرف البي او الدي، الديف الخاصه بالكونتنت. ركز معايا، ديف كونتنت سطر 28 اخره سطر 33. لو عايز تحط الاعلان تحت الكلام ده هنا كده يعني خلاص، هتنزل تحت في سطر 34 وتحط الاعلان. عايز تحطه فوق يبقى في السطر 28 وتحط الاعلان خلاص. تدور على الكلمه اللي انت عايز تحط الاعلان فيها خلاص، وتبحث عنها في الملف ده وتحط الاعلان وتعمل سيف، وتضغط الملف بصيغه زي اي بي وترفعه على الاستضافه عندك خلاص. هتخش هنا كده وتخش على يعني الفايل مانجر، الفايل مانجر، وتبدا ان انت تدخل على لوحه الملفات الخاصه بالاستضافه عندك خلاص، وتبدا تخش على البابليك اتش تي ام ال وترفع الملف. هتدوس كده على السهم اللي طالع لفوق ده وتختار كده تشوز فايل، ومن هنا كده يا باشا تبدا تختار الملف بتاعك اللي هو الملف اللي انت عملت له ضغط، موجود عندي طبعا فين؟ موجود عندي هنا اللي هو الملف ده تمام. وتبدا تدوس اوبن، هيبدا يترفع معاك على الاستضافه. بعد ما ترفع هينزل معاك بالشكل ده، هتفك الضغط عنه، كليك يمين وان ارشيف خلاص، ان ارشيف هينزل الملفات عندك بالشكل ده. خلصت، انت كده شغلت الموقع. تخش على الدومين بتاعك تلاقي الموقع ايه اشتغل معاك عادي بدون اي مشكله بالشكل ده خلاص، هتلاقي الموقع اشتغل معاك عادي كده تمام. احنا كده خلصنا التركيب. زي ما قلنا الارباح بتشتغل بناء على زي ما قلت لك، عندك دومين شغال في ادسنس مربوط في ادسنس او ايزويك، هتاخد السب دومين وتركب عليه على طول، مش محتاج ان انت تقدم مره ثانيه. لو انت في ايزويك او في ادسنس مش محتاج تقدم مره ثانيه تمام. لو ما عندكش بقى خلاص، لو ما عندكش يعني هتشتري دومين من اول وجديد وتشتري من اول وجديد وتشتغل لسه، فيفضل يا اما تخلي الدومين ده يومين ثلاثه على مدونه وتقدم بيه الاسنس تتقبل، او تقدم بيه على ازويك وتتقبل، يا اما تشتغل على اي بديل ادسنس تاني انت متوقع انه يجيب لك ارباح محترمه تمام. اي بديل ادسنس تاني في دماغك تشتغل بيه. عندنا هنا قناه وعندنا هنا بلاي ليست خلاص، وجوه البلاي ليست دي في حاجه اسمها بدائل ادسنس. انا نازل عندي كده بدائل ادسنس خلاص، فيها تقريبا كتير يعني، هتدور انت عليها هنا شويه علشان بس الموضوع ما يتوهش والفيديو ما يطولش مننا. انا منزل عندي في القناه كتير جدا جدا في بدائل ادسنس، فالموجود المفروض ان هي موجوده عندي فوق هنا بس انا مش لاقيها. دور عليها انت هنا هتلاقيها، هي افضل بدائل ادسنس زي ما شايفين، 17 فيديو بتكلم فيه عن افضل بدائل ادسنس خلاص. روح قدم في اي موقع فيهم واشتغل عليه الشهر ده بس، وبعد كده بقى ربنا يكرمك اعمل اللي تعمله. وزي ما قلنا هتلاقي لينك التحميل موجود في الصفحات الموجوده في الموقع. عندك هنا سكريبت تهنئه بمناسبه عيد الاضحى خلاص، ده سكريبت انا نزلته بمناسبه عيد الاضحى، نازل عندي في الموقع، هسيب لك اللينك ده تحت في الديسكربشن. ولينك تحميل السكريبت النهارده هتلاقيه موجود في سكريبت تهنئه بمناسبه شهر رمضان مجانا خلاص. انزل تحت بس شويه لان دي سكريبتات قديمه، ده السكريبت القديم خلاص، ده الفيديو القديم اول فيديو عملته، ودي السكريبتات بتاعته خلاص، وده فيديو ثاني عملته برده. هتلاقي فيديو النهارده موجود في الاخر هنا وتحت منه لينك التحميل، دوس عليها هتحمل الملف مباشره. اي سؤال اي استفسار تحت في الكومنتات. كان معاكم محمد ريان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.